بنرحب بحضراتكم بعد الفاصل، فقرة أكيد مميزة وأنا متأكدة أن كل الأهلوية هيستمتعوا بيها. شخصية أهلوية معانا النهاردة، جماهير الأهلي حبته مع أن ملوش أي ارتباط يمكن رسمي قبل كده مع النادي الأهلي، لكن هو واحد من المنسقين الإعلاميين المشهورين والمشهود ليهم دلوقتي في أفريقيا، وأيضا هو واحد من كاتمي أسرار بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حاليا، أكيد عرفتوه طبعا. منورنا النهاردة خالد علي، المنسق الإعلامي لفريق سان داونز بطل جنوب أفريقيا. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك كابتن خالد، إزيك؟ الحمد لله كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كل الاهلاويه بيحبوك قبل ما يشوفوك. يعني انت منورنا في البيت الكبير بصراحه. الاهلي طبعا برنامج اتفرج عليه دايما وانا في جوهانسبرغ، اتشرفوا. وطبعا النادي الاهلي مش محتاج حد يتكلم عليه، احنا مولودين بنشجع النادي الاهلي، الاهلي بيجري في دمنا، هيفضل لحد اخر العمر، بنورثه. دي رايات بنسلمها زي ما حضراتكم موجودين بتسلموا، احنا كمان بنسلم الرايه للي جاي. طبعا بننتمي وفخور ان انا بنتمي لجمهور من اعظم جمهور كره القدم في العالم، انا واحد منهم، بتشرف ده. دي حقيقه، شرفتنا ونورتنا يا خالد. اجازتك قصيره جدا اللي انا عرفته منك، يعني